ردة فعل الجماهير الآن هي التظاهرات الغاضبة الصاخبة، لكن هناك إجراءات سنتخذها إن شاء الله، وكل الموجودين بداخلهم سنقوم بقطع الطرق ومضايقة كل الشركات الأمريكية التي هي الآن تستثمر نفطنا وتستخرج النفط من الأرض الجنوب. الجنوب الآن نحن من البصرة هو منبع ومنجم الثروة في العراق، النفط. سوف نقطع كل الطرق، وإذا اضطررنا سوف نضايقهم. المطالب عليهم أن يوقفوا كما صرح علمائنا، صرح سماحة السيد القائد السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه في قضية أنه لا بد أن يوقف هذا الفيلم من العرض. عندما تجي إلى قضية أنه عرض 12 دقيقة في التلفاز وعلى الانترنت وعلى الشاشات ويريدون أن يعرضونه لمدة ساعتين، هذا راح يصير احتجاج أكبر ومواجهة أكبر. Thank you.